طبعا في خطر كبير علينا لانه الحجار وصلت له، بس حنضلنا معكم نصوركم اياه وبنزل. مش حقدر طبعا، حطلع محمد سامي. القصف من الجهة الشمالية طبعا، هم على ما اعتقد بدهم ينزلوه على الارض اللي موجودة جنبه، هذه اللي جنبنا بتبعد عنا امطار معدودة. طبعا هذا برج الجناء موجود وسط مدينة غزة، تم قصفه. الله اكبر الله اكبر، تم نسف البرج بشكل كامل، تم نسف البرج بشكل كامل، موجود تم نسف البرج بشكل كامل. الله أكبر. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. برج الجلاء Thank you.